يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً. وإن تلووا يعني تحرفوا في الشهادة، تغيروا في كلامكم. مرات واحد يدعى إلى شهادتين بيقول لك إيه، وبيحلف أمام القاضي، بيحلف يميناً بيقول لك بس أنا نويت غير اللي عم بيقوله القاضي. القاضي سأله قال له يا بنتي جوزك أنت من أيمت ما شفتي؟ قالت له من سنتين. قال له احلفي على المصحف، حطت إيدي على المصحف، أقسم بالله العظيم لم أرى زوجي من سنتين. ومن أيمت آخر خبر إجاكي عنه؟ كمان من سنتين. من آخر سنتين ما إجاني خبر، أقسم بالله العظيم من سنتين ما بعرف خبر عن زوجي. طيب قومي تعي يا أما، حطي إيدك على المصحف، صهرك أيمت آخر مرة سمعتي خبر؟ والله من سنتين، أقسم بالله العظيم من سنتين ما سمعت خبرا عنه وما رأيته. تعا أنت أخوة، حط إيدك على المصحف، هذا صهرك من أيمت ما شفته ولا أسمع؟ أقسم بالله العظيم لم أره منذ سنتين ولم أسمع خبر عنه إلا منذ سنتين. قام راح القاضي بناء على هالشهادات، راح كتب له وصاية على الأولاد، وهي بدها تسافر برات البلد، سافرت بهالأولاد برات البلد. بعد يومين بيجي جوزها لعند القاضي بيقول له سيدي مرتي أخذت من عندك وصاية على الأولاد. بيقول له إيه أنت كنت مفقود، قال من سنتين مرت. قال له أنا جاي ورايح على البيت وأنا موجود بس متزعلين أنا وياها، يعني هي شافتك لكن كل يوم والتاني بتشوفني وبشوفها وبحكي معها وبتحكي معي ومنتزاعل، لكن ماذا حلفت؟ والله يا أخوان هذا الأمر كنا في المحكمة، والله لما حلفوا الأيامين كنا نزور القاضي، والله نحن قمنا هيبة عند حلف اليمين يقوم كل من في المجلس، والله رجفت قلوبنا، نحن الحضور نحن لا علاقة لنا بكل القضية. وإذا بالقاضي يقول لنا هذه المرأة التي جاءت مع أمها ومع أخوها ومع جار كمان، بعد يومين يأتي زوجها ويقول أنا موجود. الله أكبر. يا أخوان هدون على صراط مستقيم لما على سبل ضلال، هدون سيصيرون إلى رضا الله أم سيصيرون إلى غضب الله؟ هدون سيسعدون في الدنيا والآخرة أو سيشقيهم الله تعالى بأعمالهم في الدنيا والآخرة؟ كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. قال أنا بدي أخذ الأولاد وسافر برات البلد وهو ما عم يرضى. طيب هو حقه، هو الولاية له على هؤلاء الأولاد، كيف أنت تأخذينهم؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا، إذا سألناهم شلون أنت حلفت يمين؟ قال إيه أنا لا، إن شاء الله فكريني عم كذب، أبدا، أنا نويت بقلبي أنه أنا أقسم بالله العظيم ما شفته بالمطعم منذ سنتين، وأنا والله ما شفته بالمطعم منذ سنتين، بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف وعلى نية الحالف. القاضي نيته أنك لم تره أبدا وبالتالي هو مفقود، يعني أنا نويت بقلبي غير اللي عم بقوله. وإن تلووا يعني تحرفوا الكلمة عن موضعه، أو تعرضوا تتركوا الشهادة إذا كان فيها إحقاق حق، فإن الله كان بما تعملون خبيراً.